السلام عليكم، مهند معاكم. فيديو النهارده هنتكلم فيه عن الابديت اللي حصل في خلال الاسبوعين اللي فاتوا، وتجربتي ان يبقى فيه ولاده كلب جوه البيت. فكره ان ولاده كلب جوه البيت دي حاجه مش مألوفه، ممكن ما تكونش بتحصل كل يوم. الناس اللي بتربي كلاب يا اما كلابها بتولد على السطح، يا اما ممكن تولد في جراج، يا اما تولد في ارض. لكن فكره ان كلب يولد جوه البيت دي، على قد ما هي حاجه كويسه على قد ما هي حاجه وحشه. على قد ما هي حاجه كويسه ان ما بيفوتكش حاجه، معظم الحاجات اللي بتحصل انت بتبقى قريب جدا من الاحداث، وبتبقى فاهم ان في صوت غريب، بيبقى في ريحه غريبه، بيبقى في تصرف مش مظبوط. ولكن ليها عيوب كثيرة جدا، عيوب يعني ليها علاقة بالنظافة، وليها علاقة بالريحة، وليها علاقة تحس إن الموضوع ابتدى يمس صحتك. يعني أول أيام الولادة الأم بتكون بتنزل زي دم كده، فلازم مكان الولادة إذا كان جوه البيت يكون في مكان مقفول، ما يكونش للكلب التصريح ان هو يتجول في البيت كله. ده لو انت فاتح البيت كله، بيبقى في اوضه معينه او كورنر معين انت قافل على الام بولادها. وكده كده الام اساسا ما بتبقاش عايزه ولا تروح ولا تيجي ولا تسيب عيالها، غير ان هي مثلا تعمل تويلت وترجع تاني بتاع حاجات كده. نقطه الدم اللي بتنزل دي بتنزل كل ما بيكون في حركة، كل ما الكلب بيبقى ثابت، كل ما بتلحس نفسها وبتنظف نفسها أول بأول. أول ما بتقوم وتتحرك بيبقى في نقط دم ما بعد الولادة، وده أمر طبيعي مفيش خوف منه. الكلب ممكن ما تاكلش بعد الولادة لفترة يوم مثلا، وده برضو أمر طبيعي. ديفا المرة دي كلت، المرة اللي قبل كده كانت ما كلتش لمدة تقريبا يوم، وي يعني شربناها لبن ساعة الولادة وبتاع وكده، وبعد الولادة على طول ما رضتش ولا تاكل ولا أي حاجة، ولا عملت تويلت حتى غير بعد يوم تقريبا أو حاجة زي كده. حتى أنا كنت أو يومين كمان، إحنا كنا يعني كنا في البيت، كنا ابتدينا نقلق يعني من الموضوع ده. الجراوي تقول مثلا ايه، طب انا دلوقتي عندي كلبه متدربه مثلا ان هي تعمل مكان في مكان معين، طب الجراوي مش متدربين، ده لسه عمر يوم يومين بيعملوا تويلت في مكانهم. حاجه كده من عند ربنا، الكلاب وهي بتولد بتحفر زي جحر كده وبتولد فيه، فالجراوي كده كده يعني تفضل ثابته في مكانها في الطبيعه ما بتتحركش. ولما بيجوا يعملوا تويلت، الكلبة سبحان الله بتنظف مكانهم وبتاكل الكلام ده كله. فأي حاجة بتنزل منهم أول بأول ديفا بتنظفها، ودي حاجة جميلة جدا. وحاجة طبعا بيكون في ريحة، بس سبحان الله إن الأم تنظف مكان عيالها، يبقى في مثلا 10 جراوي أقل أكتر. ما بتبقاش ناعي الهم في اول اسبوعين ان ايه ده انا هنضف مكان 10 جراوي تويلت وبيبي، لا الكلام ده ما بيحصلش. الام بتنضف مكانك الموضوع ده، ودي حاجة غريزية، لان هما بيكونوا في بيئتهم الطبيعية، بيكونوا في مكان ما ينفعش ان هما يتنقلوا ما بين مكان ومكان، بيكونوا ثابتين في مكان واحد والام هي اللي بتنضفهم. الاكل بالنسبه للام بيكون ازيد بكتير عن المعدل الطبيعي. يعني المعدل الطبيعي انا ممكن اكل ديفا مره واحده بس في اليوم، النهارده ممكن ديفا تاكل مرتين او ثلاثه او ممكن اكتر في اليوم. مهما لو بتاكل مش بيبان عليها زياده، يعني هي لو في الايام الطبيعيه وقعدت الفتره دي كلها اكلها بالاسلوب ده، كان زمانها مثلا تخنت الضعف مثلا. انا باكلها كده ويا دوبك انا حاسس ان هي برضو ايه، يعني هي رفيعه بس ماشي الحال، يعني مش زعلانه قوي. يعني ارتباط الام بالجراوي
مش بيقل مع الوقت، بس عدد الساعات اللي بتقعدوا معاهم ما بيكونش زي الاول. يعني زي الاول انت ممكن تخليها بالعافية ان هي تقوم تعمل تويلت، واول ما تعمل تويلت تلاقيها راجعت جري للجراج بتاعتها. بعد اسبوع بتلاقيها لا انا عايز اقعد شوية كده وبعد كده بنزل لهم. بعد اسبوعين تحس اللي هو طب انا عايز العب بقى وعايز اتمشى وكده. فالوضع بيختلف، ان هي مثلا سبحان الله حتى الجراوي مثلا المفروض ترضع مثلا كل ساعة او كل ساعتين وهم صغيرين، بعد ما بيكبروا شوية ممكن بيرضعوا كل 3 ساعات 4 ساعات، بعد ما بيكبروا شوية ممكن مرة كل 6 7 ساعات. فالأم فاهمة الموضوع ده بالفطرة وبتنفذه من غير ما بترجع لك. يعني انت كده كده حتى انت لو دخلت الأم اليوم بالعافية الأوضة وقفلت الأوضة، لو هي مش عايزة ترضعهم مش بترضعهم، بتقعد في مكان لوحدها. حتى لو انت رابطها، في ناس بتربط الأم مع الجراوي، حتى لو انت رابطها هتلاقيها لمت نفسها كده بحيث ان مفيش اي جارو يقدر يطلقها. اللي عنده كلب على وش ولادة يفكر كويس جدا في المكان اللي هتولد فيه، يحاول يدفي المكان في الايام اللي احنا فيها دي كويس جدا ليها وللجراوي. يكون عامل حسابه هي هتعمل تولد فين وهترجع، يعني يحط سيستم لنفسه بحيث ان الدنيا تبقى مريحة. ده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون فاتكم وعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب فولو على فيسبوك والانستجرام، وتشوفوا الفيديوهات اللي فاتت. سلام عليكم.